Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a combien de personnes? Très bien. Ok. طيب, on est trois, Taleta. طيب, احنا المرة اللي فاتت كنا هنعمل ريكاب, اوكي, ريكابيتولاسيون, داكور, او سي لو ميم مو ان انجلي, هو نفس الكلمة بالانجلش. طبعا بيستعملوها في الابريفياسيون بتاعتها, يعني في الانجلي بيقولوا ريكاب, فبنقول ريكابيتولاسيون, داكور, اون فرونسي. يعني هنتكلم سريعا عن اللي سبق وخدناه, تمام؟ اوكي, très bien. خدنا احنا 3 أسئلة بثلاث أفعال بثلاث أجوبة. أوكي, كان السؤال الأول comment vous vous appelez, d'accord, أو comment tu t'appelles بالvouvoiement أو tutoiement, وبنرد عليها بje m'appelle اللي هو verbe s'appeler. أوكي, كان في سؤال تاني خدناه اللي هو السؤال التاني اللي هو بتاع التقديم بتاع la présentation, كان عن quelle langue parlez-vous, يعني اي اللغات تتحدث, وهنا لونج جايه بلوريال اخرها اس, او tu parles quelle langue, اي لغه تتحدث, وبنرد عليها بفيرب parler, je parle. وخدنا تالت حاجه, الفعل التالت اللي احنا خدناه لو فيرب être. اوكي, فيرب être لو زي فيرب تو بي كده بالانجلش, وده قلنا استعملنا معاه كذا اسئله, كذا سؤال. اول حاجه كانت عن ناسيوناليتي, كالي فوتر ناسيوناليتي, وبنرد بجو سوي واقول الجنسيه. اوكي, ممكن بسال على, اوكي, السؤال ده, اوكي, ممكن يجيني السؤال عن الجنسيه بصيغه اخرى, يعني يقول لي انت منين, شرط يقول لي جنسيتك ايه. فممكن يجي السؤال بالصيغه دي, وزاد دو يعني فروم وير, دي ابوستروف دي اللي هي فروم, اوكي, فروم وير, او يعني وير. فالرد عليها كان بيبقى, واحنا قلناها المره اللي فاتت, جو سوي ديجيبت فروم, كاني بقول اي ام فروم ايجيبت. اوكي, كالي فوتر ايتا ماريتال, السؤال اللي خدناه برضو مع فيرب اتر, او سيتياسيون فاميليال اللي هي الحاله الاجتماعيه او الاسريه. طبعا وقلنا جو سوي, بقول الحاله بتاعتي, سيليباتير, ماريي, ديفورسي, اكسيتيرا. واخر حاجه خدناها مع فيرب اتر اللي هي كانت عن بروفيسيون, تمام, وقلنا ان السؤال ده هنشوفه لسه قدام هنا في الكتاب موجود, هنتكلم عن لي بروفيسيون عشان هيبقوا فيهم ماسكولين وفيمين. اوكي, دول الحاجات اللي احنا خدناهم في الحصتين اللي فاتوا. النهارده وكنا ابتدينا نتكلم على فوز ابيتي او, فعل جديد, فيرب جديد اسمه فيرب ابيتي, كتبناه المره اللي فاتت, هو فيرب دو بريمي جروب من المجموعه الاولى, يعني نعرف نعمل له كونجوجيزون, نعرف نعمل له تصريف لوحده. كنا ابتدينا اول حاجه المره اللي فاتت في الليسون دي, اتكلمنا عن لي نومبر او لي شيفر, الارقام او الاعداد. طيب, هنشوف النهارده ازاي بنقرا العناوين. اوكي, عشان كده احنا خدنا الارقام, وازاي بقول انا ساكن فين, وفي الليسون دي هنشوف لي بريبوزيسيون دو ليو, او حروف كر للمكان, ولي بريبوزيسيون اوكي دي فيل, يعني حروف جر للمدن, ولي بريبوزيسيون بور لي بيي, هما حروف الجر للبلاد. اوكي, اوكي, تمام. طيب, لو بسرعه كل حد يقول لي, يجاوب لي على الاسئله دي اللي احنا خدناها المره اللي فاتت قبل ما نبتدي الحصه بتاعه النهارده. نبتدي ب اقرا السؤال ولا اجاوب على طول؟ لا, جاوبي على طول. Je m'appelle, je parle arabe, anglais et beau français. Un peu. Un beau français. لا, ال بي غير البي, دول حرفين مختلفين, البي والبي. اوكي, زي بالانجلش البي والبي. Un peu.
Un peu français. D'accord. Je suis de Égyptienne. Ok. Je suis d'Égypte. 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 Ok. انا ما حضرتش اخر سؤال بس فانا ما كان ليه قبل الاخير ولا الاخير؟ او الاخير لا انت في قبل الاخير الاول. كالي فوتر سيتوياسيون كالي فوتر ايتا ماريتال او كالي فوتر سيتوياسيون فاميليال، يعني الاثنين بنفس المعنى اللي هي ما هي حالتك الاجتماعيه والاسريه، يعني متزوجه عزباء اكسترا. شفناها المره اللي فاتت، كنا قلنا عادك متجوزه ولا سليب ولا لا عزباء. طيب يبقى تقولي je suis célibataire. Je suis célibataire. OK. Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? يعني ما هي مهنتك؟ يعني طالبة. يبقى je suis étudiante. Étudiante. Je suis étudiante. OK. هنكتب المهن دلوقتي مع كل واحد. يبقى étudiante. OK. طبعا انتم ملاحظين ان كال دي اللي هي اي باللغة العربية مكتوبة بكذا طريقة، هنا مكتوبة بال واحدة، وهنا مكتوبة باتنين ال و أ، وهنا مكتوبة باتنين ال أ و اس. احنا بنكتب اداة الاستفهام دي على حسب الكلمة اللي جاية بعديها ايه. لو كلمة مذكر بنكتبها كده، لو ماسكولين بنكتبها كده، لو فيمينا بنكتبها كده بدوزال أ، لو بلوريال فيمينا بنكتبها كده. ما عندناش حالة البلوريال الماسكولين، هنزود بس اس هنا لو عندنا حالة البلوريال الماسكولين. طيب مدام اوكي ممكن تجاوبيني على الأسئلة دي سريعا؟ اوكي لو السؤال كومون تي تابيل، لو السؤال مش كومون تي تابيل مش كومون فو فو زابلي، هتقولي عندنا صيغتين في السؤال هنا، عندنا بالفو فوامون وبالتوتوامون. بالفو فوامون كومون فو فو زابلي، ودي بنقول فيها النوم والبرينو. طب لو انا سالتك بالتوتوامون قلت لك كومون تي تابيل، هتقولي لي النوم والبرينو ولا تقولي لي النوم بس ولا البرينو بس ولا هتقولي لي ايه؟ نو بس. لا البرينو مش لنو، لو برينو. النوم بس احنا قلنا في الفو فوامون، في الفو فوامون يا اما اقول لنو بس اللي هو اللاست نيم، او le nom et le prénom, le first name ou last name. في التوتوامون، يعني في التوتوامون بنستعمله امتى؟ في السيتواسيون فاميليير، في المواقف العاميه. اوكي في الحاله دي بقول اسم الشخص فقط. داكور. اللي هو البرينوم. هو البرينوم. يبقى اوكي تري بيان. يبقى كومون تو تابيل، هتقولي لي je m'appelle. Très bien. Deuxième question. Quelle langue parlez-vous? Parlez-vous? Je parle arabe et anglais. Très bien. Quelle est votre nationalité? Je suis égyptienne. Vous êtes d'où? Dit Maktouba. Ok. Quel est votre état marital? Je suis mariée. Ok. Quelle est votre profession? Je suis. HR specialist. Ok. طيب هنضطر نستعمل فيها فيرب فعل تاني، هو فيرب ترافايي لسه ما خدناهوش. هناخد السؤال ده قدام. في معانا مدام. اوكي حضرتك معانا جديده. حضرتك شفتي لي زونجستريمون التسجيلات شفتيهم؟ مظبوط شفتهم، بس بتاعت المرة اللي فاتت كانت واقفة عند الأرقام، ما كانش فيه آخر سؤال اللي هو بتاع البروفيسيون. أوكي آخر سؤال اللي هو بتاع البروفيسيون ده هناخده. أوكي لسه هناخده. كانت واقفة هنا عند سيتواسيون فاميليال دي. أوكي تمام أنا شفت. طيب حضرتك هتعرفي تجاوبي على الأسئلة دي؟ تمام هعرف. تمام أوكي. طيب كومون فو زابلي؟ جو مابال هادي. أوكي كيل لونغ بارلي فو؟ Je parle arabe, anglais et un peu français.
Quelle est votre nationalité? Je suis égyptienne. Quel est votre état marital? Je suis célibataire. 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 Très bien. Type. OK. Très bien. Yba hna keda tamam. Kullina tkellemna mch keda. Très bien. Yba النهارده هنتكلم على السؤال الجديد اللي هو اخر سؤال في البريزونطاسيون في الجزء ده. طبعا البريزونطاسيون فيها نقاط كتير هنشوفها بعد هنكملها كل ما تقدمنا في المستويات بس في الجزء ده اللي هو التأسيس اللي هو الانيسياسيون ده آخر سؤال في البريزونطاسيون فيها اللي هو tu habites où انت ساكن فين اوكي او vous habitez où هو verb habiter انا كتبته هنا بال vous بس هو ممكن نكتبه ب tu tu habites où وou دي لازم تبقى عليها accent اوكي لاني لو ما كانش عليها accent هتدي معنى او اللي هي اور بالانجلش فلازم تبقى عليها اكسون عشان تبقى معناها اين او وير طيب انا هقرا الديالوج وبعدين كلنا هنقرا الديالوج وبعدين هنقرا هنا هنشوف اللي زادغيس او العناوين ازاي بنقراهم وكده طيب امبارو اي تو هابيت او ان فرانس Luigi à Digne. C'est où? En Provence. Ok, type. Han te dit type. Hajar? Où est-il? En Provence. Et tu habites où en français? En France. En France. Luigi. Luigi. Luigi et donc? À donc? La à Digne. Nounie, hein? Adigne. Adigne. La mchie. Fi soukoun fil akhir, mch sout l'e. Adigne. Adigne. La, hadi kou touli digne. Adigne, soukoun fil akhir, mch hanaddi sout fil akhir. Adigne. Adigne. OK. C'est où? C'est où? Le un Luigi. En Provence. En Provence. OK. طيب مدام وي بس ممكن نعمل زوم بس شويه OK. OK, vous pouvez lire, ممكن نقرا. Tu habites où? Tu habites où? Tu habites Tu habites où? En France? À Digne? Digne. Digne? Digne, ok. Ok. C'est où? Provence. 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 Ok. Monsieur Ahmed. En Paro. Et tu habites où en France, Luigi, à Digne, c'est tout. C'est là, on n'a pas de liaison. On n'a pas de liaison. C'est où? Le sabab moyen ou le basse? On n'a pas de liaison, on a une adette de l'estifam ou ma aïe verbe tani. Tamam. Luigi en Provence. En Provence. En Paro, et tu habites où en France? Luigi, à Digne. À Digne. À Digne. Okay. En Paro, c'est où? Luigi, en Provence. En Provence. Taïb, on va analyser le dialogue. On va analyser le dialogue. Da. Et il y a and, il y a where, ok? Et tu habites où en France? انت ساكن فين في فرنسا شايفين الان ده اللي قبل فرنسا ده هو ده البريبوزيسيون او حرف الجر فرانس سي ان بيي فرنسا ده بلد فا اوكي هنبتدي نشوف اول حاجه هنكتب هنا عشان نرد على السؤال ده هناخد هنضطر ناخد حاجه اسمها لي بريبوزيسيون
les prépositions. Les prépositions, les mots, les prépositions dans le monde, préposition des pays, pays, yani bled, ok. Préposition des pays. Le bled, mungkin yebo. Le bled, on qassemou les trois aqsam, ok. عندنا بلاد مذكرة مذكر وبل وبلاد مؤنثة مؤنث وبلاد بلوريال جمع اوكي اوكي فعندنا لي بريبوزيسيون دي بي لو البلد ده اوكي هنشوف هو مشروح هنا في الكتاب عشان تبقوا برضو لما تراجعوا طيب طبعا ده فيرب ابيتي اوكي هنشوف نرجع لادي بس بعد ما نتكلم على البلاد اوكي اي بلد بيخلص بحرف الـ E زي فرنسا ايطاليا اوكي او ايجيبت مثلا اي بلد بيخلص بالـ E بنعتبره فيمينا مكتوب هنا نوم دو بيي او دو ريجيون فيمينا يعني ريجيون هنتكلم عليها دلوقتي بس البلاد اللي بتخلص بالـ E بنعتبرها فيمينا وبنحط لها اون قبليها اوكي البلاد اللي بتخلص باي حرف اخر غير حرف الاو بنعتبرها نو ماسكولان او بي ماسكولان وبنحط لها او قبليها البلاد اللي بتبقى بلوريال زي جمع زي ايتازوني او اميرات العربيه الامارات العربيه المتحده البلاد دي بنحط لها او اللي هو بالاكس ده وده بيتنطق زي ده هنا او وهنا او بس ده بلوريال وده سنجولي ده مفرد يعني واضح سي كلير هنا اوكي فانا هكتب هنا لي بريبوزيسيون دي بيي حروف جر للبلاد لو البيي هكتب كده او للفيمينا للبيي فيمينا فيمينا وبعدين عندنا او للبيي ماسكولا وعندنا او للبيي بلوريال اوكي طب ايه موضوع ريجيون ده مكتوب هنا داكور نوم دو بيي او دو ريجيون اوكي ده تقسيم إداري في فرنسا مش موجود هنا في مصر لا ريجيون اللي هي المنطقة يعني المنطقة المنطقة بتضم في فرنسا من محافظتين لخمس محافظات يبقى لا ريجيون فيها اكتبها هنا كرمارك اوكي طبعا هنا هي بيي او ريجيون بس الريجيون مش موجودة غير في فرنسا فاحنا لما هنتكلم فانتم مش هتستعملوها وانتم بتتكلموا على عنوان غير لو انتوا في فرنسا يعني. المحافظة في فرنسا اسمها ديبارتمون. ديبارتمون، اوكي؟ ف لا ريجيون هي عبارة عن من اثنين، دو اللي هي فروم، و ا اللي هي تو. فروم تو، فايف، اوكي. يعني من محافظتين إلى خمس محافظات. هي دي الريجيون. ديبارتمون يعني محافظة وبتاخد نفس تعامل البلاد ده بالنسبة للبيي والريجيون داكوغ طيب عندنا بريبوزيسيون مش للبلاد فقط عندنا لي بريبوزيسيون ممكن يبقوا للفيلا الفيلا اللي هما المدن لو هنشوف الديالوج هنا قالت له أديني هو قال لها أنت أبيتو أن فرانس أنت ساكنة في فرنسا قالت له أديني ديني دي مدينة كل المدن بنحط لهم هكتب كده فيل بنحط أ أ يبقى عليها أكسون المفروض إن أ يبقى عليها أكسون طيب أنا هصلحها قبل ما أبعت لكم الورد أ دي لازم يبقى عليها أكسون لأن لو مش عليها أكسون هتدي معنى آخر يبقى هنشوف هنا أباري
à Rome, à Nice, كل دول ce sont des villes, كل دول مدن. طبعا في عندنا exception, القاهرة exception, يعني القاهرة exception في الموضوع ده. بنقول au Caire. au Caire. لو انا بقول j'habite, انا بقول اسكن في القاهرة, اقول j'habite au Caire. المفروض لا ريغل, يعني القاعده بتقول ان احنا نحط ا جنب كل المدن. هي فعلا كده, بنحط ا جنب كل المدن اللي في العالم ما عدا القاهره, هي واحده من المدن الاكسبشنز, اوكي, الاستثناء في الموضوع ده, فبنحط او. اوكي, فعندنا هنا بيي وريجيون, عندنا فيل. بيي ماسكول بلوريال كتبناه واتكلمنا عليه. طيب واضح الموضوع اللي هنا, لي بريبوزيسيون هنا عندنا خدنا حروف الجر للايه, لبيي. طبعا الريجون دي لا تعنينا هنا في مصر, عندنا بيي وفيل, طبعا الاثنين في الماسكولا, حروف الجر للبلاد وللمدن. للمدن بنحط ا, وللبلاد بنحط على حسب البلد, ده في مينا ماسكولا بلوريال, بنحط حرف الجر اللي قبليه. هل لحد هنا واضح؟ تمام. اوكي طيب. في حاجه كمان, لو انا هقول هرد على السؤال ده اللي هو vous habitez où او tu habites où, لو هرد على السؤال ده مش ان انا اقول يعني انا ممكن ارد على السؤال ده كده, هقول j'habite مثلا au Caire en Égypte. انا قلت ايه, انا قلت انا اسكن وقلت المدينه والبلد. هنا انا كتبت فيل, هكتب جنبها كارتيه يعني حي. الاحياء بتاخد نفس الحرف الجر بتاع المدن. يعني لو انا هقول هنا مثلا جابيت الدقي مثلا, واحد ساكن في الدقي في حي الدقي, هكتب كده جابيت الدقي كده الدقي باي اكزامبل. فالدقي ده حي فحطيت قبليه ممكن اقول الدقي هليوبلس اي حاجه, اي حي. طبعا المدينه بتاخد غير القاهره, اي مدينه اخرى بتاخد برضو زي الحي. وايجيبت كبلد بتاخد عشان بي في مينا مؤنث. طيب في حاله كمان, ان انا ممكن اقول غير الحي, غير ان انا اقول الحي والمدينه والبلد, ممكن انا ابقى ساكن في مثلا في نيو كايرو او في 6 اكتوبر. المكانين دول بنسميهم بالضواحي. ضواحي يعني بونليو, يعني ضاحية. ضاحية هي مدينة صغيرة تابعة لمدينة كبيرة. اوكي, هي دي الضاحية. فلو انا ساكن في واحدة من الاتنين دول, الضواحي دي اللي بتبقى بره المدن, هنقول جابيت. هنزود هنا, احط لكم entre parenthèses la banlieue. دو واقول اسمها اكس اكس اكس. طب خلينا نحطها كده عشان اقول اسمها. يعني لو انا مثلا ساكن في نيو كايرو, هقول جابيت لا بونليو دو نيو كايرو مثلا. اوكي, ما مش هحط بقى دي, هتبقى مكان المدينه يعني. اوكي, يعني يا دي. طب خلينا نعملها كده, هتبقى مكان الحي يعني, سوري, مكان الحي. بدل ما اقول الحي بقول الضاحيه اللي انا ساكن فيها. اوكي, يعني اقول جابيت يا اما الحي المدينه والبلد, او الضاحيه والمدينه والبلد. الضاحيه ضاحيه 6 اكتوبر او لا بونليو دو 6 اكتوبر او دو نيو كايرو دو نوفو كير, كترجمه بالفرنسي
بتعتبر بنحطها مكان الحي. اوكي فبنحط لها بنقولها بالطريقه دي بنحط لا مكان لا لا بوليو ما بنقولش ا ونحط اسم الحي. واضح لحد هنا؟ سيكلير كيو واضح. هي ان سايلنت الان الان سايلنت في كلمه بوليو الان الاول ان تعتبر فويل نزال يعني فاول يعني فاول يعني حرف متحرك انفي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت اوكي عن لي فويل لي فويل نزال اوكي فاه مش هتتنطق هنا بوليو بنقول بوليو. طيب في حاجه كمان ممكن انا ارد على سؤال vous habitez où tu habites où بان انا هقرا العنوان زي ما هو مكتوب في الباسبور او في البطاقه او يعني هقراه زي ما هو زي les adresses اللي موجودين هنا دول مكتوب bon adresse يعني دي جنيف الصوره دي جنيف مدينه جنيف اوكي ان سويس في سويسرا ودول مكتوب bon adresse يعني دول العناوين المقاصد السياحيه يعني في جنيف اوكي عشان كده مكتوب بون ادريس بون يعني كويسين يعني ادريس قصده بيهم جيدين يعني هنا هنشوف ان العنوان مكتوب برقم المبنى او البي او المكان يعني والشارع وكده لو انا هقرا عنوان فيه رقم بيبتدي برقم 3 شارع كذا واكمل زي ما هو مكتوب بحط بس كده يعني هكتب كده بحط او هكتب ادريس ادريس يعني عنوان هحط او لا بريبوزيسيون او حرف الجر او يليه رقم نومبر هكتب نومبر ايا كان رقم الرقم المكتوب مثلا 2 مثلا او 345 اي حاجه اوكي يليه الرقم وبعدين هقرا العنوان زي ما هو يا اما غو يعني شارع او بولفار او افنيو غو يعني شارع اوكي بولفار هو شارع اعرض شويه من الشارع العادي اوكي هو ده بولفار افنيو هو اعرض شارع ممكن يعني يبقى موجود في اي مدينه في العالم يعني اكبر شارع ممكن ما عندناش كلمه ميدان اون فرونسي بنقول بلاس بلاس ترجمتها باللغه العربيه ساحه يعني ساحه يعني ما يقابل كلمه ميدان كلمه ميدان هي كلمه مروريه في فرنسا يعني كلمه هي علاقه بالمرور يعني بنقول رون بوان بس ما بتتقالش في ليز ادريس ما بتتقالش في العناوين فبنقول مكان كلمه ميدان بنقول بلاس ساحه نشوف هنا عندنا طبعا احنا عندنا غيو هنا وعندنا بلاس ما عندناش وعندنا افينيو ما عندناش بولفار بس بولفار اوكي هي موجوده يعني شارع متوسط ما بين مش شارع صغير زي مش هو مش غيو ومش افينيو مش شارع كبير يعني شارع في توسط اسكو سي كلير واضح لحد هنا؟ سي كلير. طيب هنا عندنا مهم قوي لو انا هقرا العنوان زي ما هو مكتوب ويبتدي برقم ما بحطش غير او دي بس يعني هدي اكزامبل هقول مثلا جابيت مثلا 3 ودايما بعد الرقم بيبقى فيه فيرجول 3 مثلا غو احمد مثلا شارع احمد مثلا الكسندري اسكندريه ايجيبت العنوان زي ما هو مكتوب في البطاقه كده مكتوب كده في البطاقه او الباسبور او اي وثيقه يعني اي بيس دي دونتيتي بيبقى مكتوب كده انا هنا هحط بس كلمه او
اللي هو حرف الجر او preposition او. اوكي سي كلير واضح؟ طيب اوكي. طب هنشوف هنا هنقرا لي زادريس اون فالير. انا هقرا الاول لي زادريس وبعدين انتوا تقروهم وهنبتدي نعمل دي زيكزرسيس على الموضوع ده. اوكي طبعا بعد الليسون دي هنشوف ادوات هنبتدي نتكلم على ادوات الاستفهام. اوكي طيب اوكي جو ليغ هقرا ريستورون لو فلور 9 رو دو لا فونتين شي ما كوزين 6 بلاس دو بور دو فور. الجي مش هننطقها هنا. دو بور دو فور اوتيل سنترال 2 رو دو لا روتيسري 2001 كافي 3 رو اتيان دومون موزي اريانا 10 افنو دو لا بي. ممكن نترجم traduire ممكن نترجم هنا ريستوران لو فلور مطعم اسمه لو فلور ده نوم بروبر اسم عالم فمالوش لي نوم بروبر مش بنشرحهم اوكي كانه ماركه كانه كده شي ما كوزين شي ده اللي هو زي ات عند ودي بريبوزيسيون ده حرف جر للمكان للاشخاص فقط بنستعمله اوكي يعني زي ما المدن بنستعمل لها والبلاد وكده الاشخاص انا بقول انا ذاهب الى الشخص الفلاني انا ذاهب الى طبيب الى الى قريبي الى اي حد شخص بيرسون بنستعمل شيء فدي بريبوزيسيون لي بيرسون حرف جر للمكان عند ما كوزين ما كوزين يعني قريبتي باللغه الترجمه يعني 6 بلاس دو بور دو فور اوتيل سنترال ده مفهوم دو رو دو لا روتيسري روتيسري اللي هو محل المشويات بنسميه روتيسري اوكي 2001 كافيه 2001 demi يعني نصف لون يعني قمر كافيه مفهومه اتيان دو مون نون بروبر اوكي موزي يعني متحف اريانا نون بروبر ده اسم المتحف 3 افينو دو لا بي لا بي اللي هي السلام او شارع السلام يعني طيب اون كومونس ممكن نبتدي نقرا هنا هل كومونسي ا لير اي ريستوران لي فوري لي فلو لو فلو لي فلو نو رو دي لي رو دي لي فون ممكن نقول تاني نف 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 رو دي لي فون دو لا رو دو لا فونتين دو لا فونتين شي ما كوزين 6 بلاس دو بلاس بلاس دو بور دي فور اوتيل سنترال دو رو دي لي دو لا مش دي لي دو لا دو لا اوكي دو لا اوكي روتيسري دو لا روستري روتيسري روتيسري اوكي دي ميلون demi café demi demi lune demi long café lune demi lune non demi lune demi long café okay. Rue Étienne Dumont Étienne Dumont ok Étienne Dumont Muse Arina musée Ariana musée Arina Ariana Ariana Avenue de la Paix. 10 10 avant de la Avenue de la Paix. بنقولها كده افنو الاو اللي في النص مش بنديه صوت قوي فبنقول Avenue de la Paix. Avenue de la Paix. اوكي. وي ريستوران Le Fleur. Le Fleur. Neuf. Le Fleur. Oui. Neuf, oui. Allô? Allô? Oh. Hôtel central, deux, il y a une café.
ديزولي الصوت راح بس اوكي ممكن نعيد هنا 9 rue اوكي 9 rue de la Fontaine chez ma cousine 6 عند اوتيل سنترال 2 rue de la rôtisserie rôtisserie 2001 café 3 rue Etienne de Mont Musée Ariana 10 avenue de la pays avenue avenue très bien تمام restaurant le flore 9 rue de la Fontaine chez ma cousine 6 place du port de Fort hôtel central 2 rue de la rôtisserie 2000 du café 3 rue Étienne Dumont musée Ariana 10 avenue de la paix avenue de la paix avenue OK تمام ممكن اقولها تاني اوكي افنيو اوكي طيب احنا قلنا لا فونتين اللي هي النافوره اللي هي دي هاي انا ما قلت ما قريتش ما قلناهاش طيب لا فونتين اللي هي اوكي تري بيان هدير ديزولي كملي اتفضلي انا كنت هاجي لك بس انا بشرح كلمه بس اوكي كونتينيو اوكي ريستوران لو فلور 9 رو دو لا فونتان chez ma cousine, 6 place de Bourg de Four. Bourg de Four. Bourg de Four. Hôtel central. 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 De Rue de la Rôtisserie. De Milun Café. 3 Rue Étienne Dumont. Musée Ariane. Ariana. Ariane, 10 avenue de la paix. OK, avenue de la paix. Avenue, OK. Avenue. E, لما بيبقى لوحده كده E مش وراه U في نص الكلمة ما بنديهوش صوت في أغلب الكلمات. OK, نادرا لما بنديه صوت. ممكن مع الأفعال يعني مع نو ما نقول مثلا هنشوف قدام. بس في الكلمات غالبا ما بنديهوش صوت. بيقول لنا هنا ليزي attention aux enchaînements. هنقرا بيقول لنا attention aux enchaînements يعني يعني ننتبه attention يعني ننتبه les enchaînements اللي هي الكلمات زي لما بتيجي ورا بعض يعني ايه بتيجي ورا بعض يعني نلاحظ ان الكلمات اللي جايه ورا بعض دي كلمات مالهاش علاقه ببعض بس متغيره يعني هنا مكتوب un restaurant un café مكتوب trois musées شايفين الاس بتاعه الميوزي ميوزي هنا جايه كلمه من غير اس سنجوليه يعني مفرد 3 عشان احنا خدنا الارقام المره اللي فاتت ف 3 يعني جمع فحطينا اس بتاع البلوريال واس البلوريال ان فرونسي مش بيتنطق مش زي الانجليش اوكي الانجليش الاس بيتنطق في البلوريال فرونسي مش بيتنطق ان انفون ان اوتيل ان انجلي اون افنيو une adresse شايفين عندنا ال ال اللي هو واحد فيه ماسكولين وفيه مينا اوكي 3 enfants في الاس هنا 6 américains بنعمل liaison والاكس تحول لزد 10 européens 4 italiens 5 irlandais 7 espagnols كلهم فيهم اس هنا 9 allemands اس برضو اس بتاع ال بلوريال بيقول لنا هنا ليزي يعني نقرا طيب هنقرا كل دول برضو بالدور وبعدين هنبتدي نحل من اول دوزيام اكزرسيس اتور دو رول يعني اوكي طيب في كلمات لازم نتفق عليها جوه الكلاس اوكي هكتب كده فوكابولير هنا فوكابولير اللي احنا هنستعمله في الكور او في الكلاس يعني اوكي اللي احنا فيها اي حد مش فاهم حاجه هيقول لي كاسكو سا فو دير ويقول الكلمه اللي هو مش فاهمها
Qu'est-ce que ça veut dire casa? Ana harud ali haqulu ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire yani yani ma ma'na casa? Qu'est-ce que ça veut dire? Haqulu ça veut dire wa aqul je ne comprends pas. Je ne comprends pas yani ana mish fahem. Je ne comprends pas mish fahem. Vous pouvez répéter. Je ne comprends pas, vous pouvez répéter. Aou. Vous pouvez c'est can you que dans l'anglais, hein. Vous pouvez traduire. Vous pouvez interprétez en arabe. Vous pouvez traduire en arabe. ممكن تترجم للغة العربية. عندنا الجملتين دول، اوكي؟ هنستعملهم كتير في جوه الكلاس. اوكي؟ طبعا هنشوف مكونات الحاجات دي قدام، بس احنا عايزين نبتدي نحفظهم الاول زي ما هم وبعدين هناخد الافعال دي قدام. ماشي، هي سافو دير لوحدها، ممكن بس قولها لنا دلوقتي هي معناها ايه بالظبط بالعربي؟ كاسكو سافو دير يعني الجزء بتاع سافو دير. اوكي، بتترجم ازاي؟ سافو فو ده فيرب فولوار، يعني فولوار اللي هو يريد، يعني يعني لما بقول لك كاسكو سافو دير مثلا ميوزي، لو انت سالتيني يعني كأني بترجم حرفيا واقول كلمة ميوزي ماذا تريد ان تقول، دي ترجمة حرفية طبعا بس مش هتدي معنى ما معنى الكلمة دي. هو المفروض ان احنا ما نترجمش، احنا ما نترجمش ترجمة، حتى في علم الترجمة ما نترجمش حرفيا، بنترجم المعنى الكلي. كاسكو سافو دير هي expression، ممكن تبتدي تحفظيها من دلوقتي، كلكم تحفظوها. معناها ما معنى كذا، ما نترجمش حرفيا. دكتور طيب، طيب هنبتدي on va lire، نقرا pouvez lire. اوكي، un restaurant، un café، trois maisons، musée، un enfant، un hôtel، un enfant، un enfant، un hôtel، un anglais، un avenue، une avenue. الان ده بنلزقه في الآ، الأ ده كده كده مش بننطقه هنا، احنا بنقول ان، الأ دي مش بنديها صوت، فبنقول ان avenue، الان كانها لازقه في الآ اللي هي بتاعت افنو، كلمة واحدة. ان avenue، ان ادريس، ان انجلي، ان انجليز، ان وكأن كلمة انجليز بتبتدي بأن، فبقول ان انجليز، ان انجليز، تخوا انفون. لا، بنعمل ليزون هنا، الاس ما بين دو فويال بتنطق زد. تخوا زونفون، تخوا زونفون، سيس امريكانز. لا، الاكس برضو ما بين اتنين فويال بتنطق زد. سيس امريكان، سيس امريكان، ديز اورو برضو، ديز اوروبيان، ديز اوروبيان، كواتر ايطاليان. لا، مش كواتر، كاتر، كاتر ايطاليان، كاتر ايطاليان، سينك ايرلاندا، ايرلاندي، ايرلاندي، سيت اسبانيول، سيت، البي مش منطقه، سيت، سيت اسبانيول، نوف المون، نوف المون، نوف المون. اوكي، تري بيان. Oui. Un restaurant, un café, trois musées, un enfant, un hôtel, un anglais, un anglais, un anglais, un anglais, une avenue, une avenue, une avenue, une adresse, une anglaise, trois enfants, six américains. Américains. Américains.
10 امريكان 10 اوروبا. لا لا دي واحده دي واحدة. بنقول هنا مش بنقول بننطق السي بس، بنقول سي وبعدين نحط زد، بنقول سي زاميريكان دي زوروبيان، ما بنقولش سيس وديس وبعدين نحط الزد، مكان الاس الاخراني بنحط زد، فبنقول سي زاميريكان. سي زاميريكان دي زوروبيان امريكان. اوكي دي واحده، احنا خدنا الناسيوناليتين المره اللي فاتت. قلنا الـ 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 هنا شايفين هنا هنا في مكسيكا ومكسيكان، خدنا الماسكولين والبلوريال. الاي ان بتنطق ان، الان لما يبقى وراها او يعني بقول امريكا امريكان. فرق النطق ده بي 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 بيغير المعنى، ده ده ماسكولين وده فيمينا. امريكان ماسكولين امريكان فيمينا، ما فيش او عشان نقول امريكان. اوكي اوكي سيز امريكان امريكان وي امريكان امريكان. اوكي كونتينيو. ديز اوروبيان زوروبيان ديز اوروبيان. كاتر ايطاليان سانك Irlandais, sept espagnols, neuf allemands. Allemand. برضو ما فيش الاو بعد ال بعد الكونسون دي، احنا قلنا المره اللي فاتت neuf allemands. neuf allemands. اوكي حاجه تانية. neuf allemands. اوكي اوكي ممكن نقولها، قوليها تاني قبل ما حد يقول. neuf allemands. Très bien. Ahmed? Un restaurant, un café, trois musées, un fond, un hôtel, un anglais, une avenue, une adresse, une anglaise. Une anglaise. Enfants, une anglaise. Une anglaise. Ah, attends. Trois enfants, six américains, dix américains. Bordeaux, neuf, c'est la remarque. Américain, je suis américaine. صوت ال N ده ما يطلعش في الصوت في البرونونسياسيون. سيز امريكان ديس اوروبيان. لا ما بنقولش سيس، الاس مش بننطقه برضو، نفس الغمارك. سيز امريكان ديز اوروبيان. سيز تمام. لا ما بتقولش سيس، سي بس، سي ودي. سي امريكان سي، لا سيز امريكان، الاكس كانه تحول لزد. تمام سيز امريكان. اوكي ديس اوروبيان. لا مش ديس، ديز اوروبيان. لا مش فاهم الفرق. اوكي احنا عندنا هنا، اوكي عندنا كانك هتنطقها بالطريقه دي، كانك دي لوحدها وزوروبيان كانها تبتدي بالزد. هننطقها بالطريقة دي، دي لوحدها مفيش الاس بعد ما يتنطقش فيها، الاس تحول لزد وابتدى في الكلمة التانية. احنا قلناها المرة اللي فاتت دي لما اتكلمنا على الأرقام ولا ليزون الوصل، يبقى نقول دي زوروبيان. دي زوروبيان. اوكي. كاتر ايطاليا سانك ايرلاند Irlandais, c'est espagnol, neuf allemands. Très bien. Un restaurant, un café, trois musées, un enfant. Musée. Musée. Un enfant, un hôtel, un anglais, une avenue, une adresse, une anglaise, trois enfants, six américains. 10 Européens, 4 Italiens, 5 Irlandais, 7 Espagnols, 9 Allemands. Ok, Espagnol, hein? Nounia, Espagnol. Très bien, Espagnol. Ok. Okay. Maintenant, on va faire l'exercice, même l'exercice de compléter. Compléter, on est Akmil, d'accord. Verbe, mais le premier groupe,
تعرف تعملوا له كونجيغيزون كومبليتي افيك افيك ويد يعني مع عندنا ا و او و اون اوكي لي ترو بريبوزيسيون ثلاث حروف جر فا اون كومونس افيك اول واحده تبقى اون لا لا اقري لي وبعدين حطي البريبوزيسيون المطلوب او ابيتي او ابيت ما فيش او ابيت او ابيت او ابيت ادرينو ادريانو اون برازيل ادريانو اوكي اون اللي هي او ان او ان طب ليه او ان ليه او ان اللي هي دي قصدك دي صح ايوه مش دي اسم بلد طيب احنا قلنا البلاد بتتقسم لبلاد لثلاث انواع هو دوت ماسكيول ده ماسكيولين البلد ده ماسكيولين يبقى نحط له او او الثاني واحده طيب يبقى في فرق بين النطق دي دي او ودي او او زي او زي ما بقول جول اوكي او اوكي فممكن تقوليها او برازيل او برازيل اوكي طيب طيب احنا هنمشي ازاي فكل واحد يعني يعمل واحده اتور دو رول اوكي هذه الكلمه اللي انا لما اقول اتور دو رول يعني أوكي. يعني بالدور هكتبها هنا اتور دو رول اتور دو رول يعني بالدور اوكي طيب فمن غير ما اقعد اقول كل واحد يقول اوكي اون ارجنتين اون ارجنتين نعمل ليزون اون ارجنتين il habite à São Paulo très bien Hadir au Brésil au Brésil OK oui la la le dour oui oui اكمل انت oui elle est la question oui oui et les musées où est le musée ma fiche est où est le musée où est le musée du Louvre OK il est en France en France très bien OK à Paris à Paris à Paris oui l'Empire State ده OK ده بنسميه ايه بنسميه هكتبها هنا انجليسيزم يعني انجليسيزم كلمه انجليسيزم انجليسيزم يعني كلمه بالانجلش جوه الفرنساوي دكاك الكلمات الانجليش جوه الفرنساوي بننطقها بالانجليش اوكي فهقول امباير ستيت بيلدينج اوكي امباير ستيت او نيويورك هو كان دور مين هنا تمام طيب ممكن تقول هنا طيب هتقول هو في نيويورك يبقى هتقول إليه؟ آه نيويورك آه نيويورك très bien هي قالتها هنا où est le colisée 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 il est en France il est oui فين France لا colisée اللي هو المسرح الروماني اللي هو بتاع إيطاليا اللي في روما هو ده اللي المسرح ده اسمه لو كوليزي الكولوسيوم صح بالظبط كوليزيوم اوكي بالظبط اوكي فاسمه لو كوليزي فهنقول هنا هتحطي حرفين جر هتقولي في روما في ايطاليا هنقولها ازاي اوكي il est à Rome très bien او ايطالي en Italie en Italie en Italie très bien مكتوبه هنا en Italie هنا اوكي يبقى il est à Rome à قبل روم بعدين إلي آه عن إيطالي. très bien. بعدين أبوزي. في سؤال بس معلش. أوكي تفضل. أوكي. أوكي. أنا بس كنت أسأل هو إحنا بنحط إلي مرتين مرة قبل أقام ومرة قبل عن إيطالي ولا مرة واحدة بس في الأول؟ لا مرة واحدة. لا مرة واحدة. إلي أقام عن إيطالي. أوكي. تمام. أحمد وي. كنت عايز أعرف ال. يعني في السويس مثلا اخرها مش اي مش او وايطالي اخرها مش او يعني في الحالتين قلنا اون لا اخرها او سويس اون ايطالي لا ايطالي اخرها او
شايف في او هنا، ايطالي اخرها او، وسويس برضو اخرها او. اون سويس بنكتبها كده يعني، خلينا اوكي برضو سويس بنكتبها كده، بكتب اون سويس كتب كده اوكي. تمام زي الانجليش يعني. تمام هيك انجلش سويسرلاند بس اوكي خبيه. بمناسبة كلامنا على سويسرا، الجزء اللي في سويسرا بتتكلم فيها ثلاث مناطق، فيها المنطقة اللي بتتكلم فرنساوي اسمها لا سويس روموند، لا سويس روموند هي سويسرا الفرنكوفونية اللي فيها جنيف، يعني جنيف دي في الجزء اللي بيتكلم فرنساوي. طيب هنا بيقول لنا continue poser des questions à vos voisins, lisez les bonnes adresses de okay de Genève, donnez les bonnes adresses de votre ville, okay, dialoguez, parlez de votre ville, okay, tu habites, okay. طيب كل واحد هيبعت لي كمساج، هنعمل الاكزرسيس ده عن طريق مساج، اوكي؟ اوكي سيدة. يعني هنستعمل في السؤال أداة الاستفهام او وفيرب اتر وي، وهنسأل كل واحد هيسأل عن معلم سياحي أو حاجة مشهورة في القاهرة، هيسأل السؤال ويرد عليه، يعني هيقول مثلا وي مثلا هنقول مثلا وي لو موزي دو كير مثلا، لو موزي دو كير او متحف القاهره. اوكي الرد بتاعه هيبقى الي ا تحرير، احنا التحرير ده حي اوكي. او 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 التحرير ده هنعتبرها ميدان التحرير، الي ا لا بلاس تحرير اوكي. فكل واحد هيفكر في سؤال بالطريقه دي، يساله ويجاوب عليه ويبعتوا لي مساج، وهنصلح هنا يعني. هبتدي اكتب كده، احنا هاجر كل واحد هيبعتوا لي، هعمل كوبي بيست وهنصلح لكل واحد هنا. طيب وي لو بون دو كير، اول حاجه المدن لي نون بروبر، اسماء العالم بيتكتبوا ماجيسكول اول حرف اوكي. انت بتقولي وي لو بون، يعني فين الكوبري، كنت ممكن تقولي مثلا كوبري مثلا وتدي له اسم، لان كوبري القاهره فيها كباري كتير، ولما تقولي يعني هو فين كوبري القاهره، هو في القاهره، يبقى الاجابه في السؤال اصلا يعني. اوكي يعني كنا ممكن نقول، او كنت ممكن تقولي مثلا تدي حي مثلا الي ا مثلا اسم حي مثلا اهليوبلس مثلا. واضح هاجر؟ واضح اوكي معلش. نهلا و الاكواريوم، المفروض ان احنا بنسال على عناوين او على معالم معروفه يعني. لاكواريوم اوكي، الي اوكي، اورغادا دي مدينه، يبقى نحط لها ا. ولا الهدف من الاكزرسيس اللي هم حروف الجر دول، سي كلير؟ واضح هنا المدينه تاخد ا. احنا خدنا فيرب اتر، لي بيراميد دول كانهم ايل، ايل افيك اس، كانه الايل اللي هو ايل البلوريال، فما ماسكولا ماسكولين بلوريال فما ينفعش نكتب ايه، نكتب او سون لان بلوريال. صح صح اوكي. او سون لي بيراميد، ال سون ا. طيب الجيزه باللغه الفرنسيه اسمها كده جيزي اوكي. هدير و
برضو نفس الرمارك هنا. Où sont les pyramides? هنا كلمة بيراميد بتاخد E هنا. كلمة بيراميد هي كلمة فيمينا يبقى نكتبها L مش إل. كده. نفس الحكاية elles sont à Gizeh. هدير واضح؟ اه تمام. طيب الحاجة الثانية هتردوا كل واحد هيرد على وهيقراها لي يعني انا يعني هيبعت لي الإجابة واحنا بنصلح هيقرأ الإجابة بتاعته عن السؤال اللي هو vous habitez où أو tu habites où. اوكي فهيقول لي اوكي كل واحد فيكم هيرد على السؤال tu habites où اللي هو ده tu habites où. هيقول لي طبعا الحي المدينة البلد جابيت يقول لي الحي المدينة البلد كل واحدة بالبريبوزيسيون بتاعتها بحرف الجر بتاعها. اوكي جاتون فو ريبونس استني اجابتها. طيب هو يعني قبل مثلا مدينة او قبل حي بنحط ارتيكل المدينة ثانية. والحي بياخدوا اه ما عدا ما عدا القاهرة بتاخد او. لا انا قصدي لو او لا او لي لا بنحط لو ولا لو للكل بنحط البوليو بنحط لا بوليو بنقول لو انت ساكن في ضاحية في ان بوليو بنحط لا بس بقول زي ما احنا كتبناها فوق بقول جابيت نعم مثلا في اليوبليس ما بكتبش وراها حاجة قبلها حاجة نعم لا ما بنحطش بنحط اه وحط اسم الحي على طول تمام او لا بوليو وتقول اسم الضاحية 6 اكتوبر ولا نيو كايرو ولا كده يعني وطبعا المدينة والبلد La ville et le pays. Type, ok. Corrige. J'habite la banlieue. Ok. À Gizeh. Ok, on t'a dit ça après ça, c'est bon. En Égypte. Peut-être qu'on peut lire, tout le monde peut lire la réponse de son. Ok. Et j'habite la banlieue. Banlieue, la banlieue. La banlieue est 6 octobre. 6 d'English. 6 octobre. 6 octobre. Voilà, mais je regarde. Ma fiche X. 6. 6. Ok. Octobre. Et à Gizeh. À Gizeh. À Gizeh. À Gizeh. En Égypte. En Égypte. اكتوبر بال ان فرونسي ما بتتكتب تتكتب الاو الار وبعد كده الاو اوكي ممكن نقول لا بونليو دو سي ممكن نزود دو كلمه دو اللي هي اوف بالانجلش زي يعني اوف لا بونليو دو سي اكتوبر طيب اوكي لا ميم شوز ممكن تقري لي الاجابه J'habite à la banlieue de 6 octobre. لا ما فيش A. J'habite la banlieue. اوكي احنا ممكن نقول à la banlieue بس هتبقى كتير بال هنحط هعودكم تو يعني هي صح برضو بس عشان ما تتلخبطوش ما بين اوكي ممكن نحط A على فكرة بس ممكن ما نحطش A خليها كده à la banlieue كملي de 6 De 6 octobre au Caire en Égypte. Très bien, merci. Égypte, tu as E. Il y a un mot qui nous dit à 6 octobre, il y a un mot le banlieue de Haï. Ok, on a A à Bli. Ok, ou un mot qui nous dit, je vais dire j'habite la banlieue à la tour. En maintenant, bad verbe habiter. ودي ممكن يعني رمارك ممكن برضو تكتبوها ممكن نحط بريبوزيسيون ممكن ما نحطش
فعشان كده انا ممكن احطها هنا entre parenthèses كده. طبعا الا عليها اكسون. J'habite au du rue du Tahrir. Au 10, وقلنا بعد الرقم بنحط فيرجول بيفصلوا عن الجملة عشان كده بننطق الاس بتاع 10. J'habite au 10. Okay. Rue. هحط بقى دو قبل تحرير ولا سفر؟ لا بص، أولا هنكتبها كده. احنا قلنا لما بنقرا العنوان زي ما هو مكتوب فيه رقم بنحط مره واحده بس حرف جر، مش هنقعد نحط حرف جر قبل كل حاجه. حطيت انت هنا او قبل الرقم 10، يبقى مش هنحط الآ بتاع شرقيه اوكي بتاع المدينه وبتاع البلد. لما هتقول العنوان برقم بنحط مره واحده بس حرف جر في بوزيشن واحده، ونقرا العنوان الباقي كله زي ما مكتوب عندك في ال في لا بيس ديدونتيتي. بنقول الاي دي بالفرنسي بنسميه بيس ديدونتيتي. بيس ديدونتيتي يعني ممكن تكون بطاقه، باسبور، رخصه، اي وثيقه تعريف نسميها بيس ديدونتيتي. لو هتقرا عنوان من بيس ديدونتيتي زي ما هو مكتوب بالرقم هنحط مره واحده بس او حرف تي بوزيشن واحده. يبقى ممكن نقراها بالطريقه دي، ممكن نقراها جابيت او 10 رو تحرير شرقيه ايجيبت. تري بيان. جابيت على بليون لو 6 اكتوبر. بليون لو 6 اكتوبر. 6 وبعدين ما فيش تي اش، ده انجلش، ده كده انجلش. اوكي دو 6 اكتوبر. اوكي 6 اكتوبر اجيزا اون اجيزي جيزي اجيزي اوكي اون ايجيبت. تري بيان. اوكي تمام، يبقى احنا كده خلصنا الاربع اسئله. لو هنشوف هنا في اول الكتاب كان عندنا ايه هنا. اوكي في البلان دو ترافاي خطه العمل بتاعتنا احنا كنا قايلين ان احنا عندنا ليسون زيرو دي مقسومه لحاجتين. الحاجه الاولى اربع اسئله ليهم علاقه بالبرزنتاسيون بالتقديم، واحنا يعتبر خلصناهم بالاربع افعال اللي احنا خدناهم. خدنا فيرب سابلي وبارلي واتر وابيتي، الاربع افعال دول بالاسئله المختلفه بتاع كل فعل. اوكي والرد عليه. دلوقتي هناخد النص الثاني اللي هو بتاع لوسون زيرو، وهي ادوات الاستفهام. وهنبتدي ادوات الاستفهام هنبتدي بسؤالين. اوكي هنا هنبتدي بسؤالين. ليمو انتروغاتيف. او ادوات الاستفهام. طبعا احنا ادوات الاستفهام في كتير، هناخد منهم هنبتدي يعني ناخدهم بالتدريج. هنبتدي ناخد سؤالين. السؤال الاول هيبقى لي شوز، لي علاقة بلي شوز الأشياء. السؤال الثاني هيبقى لي علاقة بلي بيرسون الأشخاص. الأشياء عندنا هنا كاسكو سي، كاسكو سي ده يعني ما هذا اوكي باللغه العربيه يعني. اوكي كاسكو سي، والرد بتاعه بيبقى سي. بس
السؤال ده انا بساله، اوكي بساله وانا واقف بشاور على حاجه، تمام، بساله اللي قاعد جنبي، او بس بسال حد مش واقف جنبي بس هو عارف انا بسال على ايه. اوكي، يعني انا لو قلت مثلا مثلا اي، قلت اي شيء مثلا وقلت بعديها كاسكوسي، يعني ما هذا، وات از ذس، اوكي، فالسؤال السؤال ده يا اما انا واقف جنبي الراجل بشاور له على الحاجه دي، او هو عارف انا بتكلم على ايه، عن حاجه اتكلمنا عليها قبل كده. الطريقه دي الطريقه الفورمال او الفاجير السوتينيو بتاعت السؤال، الطريقه الرسميه في اللغه للسؤال. الطريقه العاميه لنفس السؤال هتبقى سي كوا، برضو الرد بتاعها سي، واقول الشيء. هنشوف دلوقتي ديالوج وهنحل اكزرسيس على كده. السؤال ده مشتق منه، مشتق منه سؤال، اوكي، لو انا مش بسال على حاجه، لو مش بسال على شيء معين، اللي انا بساله ده مش واقف جنبي او هو مش عارف انا بتكلم على ايه، فانا لازم اوضح انا بسال على ايه. يبقى هنستعمل كلمه كو ونحط بعديها فيرب. ونحط بعديها فيرب زي مثلا هنقول كده مثلا كو مانش تو، ماذا تأكل؟ كو مانش تو. وفي الحالة دي هو انتوا واخدين بالكم الفيرب الأول وبعد كده السوجي، يعني السبجكت بيبقى في الآخر، تو ده في الآخر اهو، والفيرب قبليه، يعني الفيرب وبعد كده السبجكت، الفاعل وبعد كده الفعل وبعد كده الفاعل. كو مونش تو، فيرب مونجي يعني ياكل، ماذا تاكل؟ ده اول، يعني لحد هنا واضح؟ سيكلير واضح؟ طبعا انا هنا في السؤال اخر سؤال على كو مونش تو او كو اي فيرب، انا اديت مثال بس، ماذا تفعل، ماذا تاكل، ماذا اي حاجه، طبعا برد بجو، بعد كده بحط الفيرب اللي موجود، مثلا هنا موجود جو مونج، واقول انا باكل ايه، برد بالفعل اللي هو مسؤول لي اللي موجود في السؤال، ماذا تاكل، بقول انا باكل كذا، ماذا تفعل، انا بفعل كذا، وهكذا. يبقى الثلاث اسئله او ثلاث اسئله دول ليهم علاقه بلي شوز، بالاشياء. لي بيرسون، الاشخاص. السؤال الاوفيس اللونج سوتينيو او اللغه الرسميه كيس كده، كيس يعني هو از ات، من هذا، هنتكلم على اشخاص هنا. اوكي، برضو نفس الحكايه، السؤال ده والطريقة العامية بتاعته سيكي، دي الطريقة الرسمية ودي الطريقة العامية، دي الطريقة الرسمية ودي العامية، تاني واحدة نفس الحكاية، الرد بتاعهم بيبقى بسي، وأقول مين الشخص ده، سي، وأقول مين الشخص ده. السؤالين دول برضو نفس الحكاية، لازم اللي أكون بسأله السؤال ده يكون يا اما واقف جنبي يا اما عارف انا بسال على ايه. نفس الحكايه لو انا ده برضو منه اداه سؤال مشتقة تبقى كي، اداه كي برضو بعديها فيرب. اوكي، مثلا هتبقى مثلا هنا كي، كي لي للتكست، من يقرا التكست، التكست، اوكي، العباره او النص. فيرب ليغ، اوكي، ممكن حد يقول لي جو لي
le texte. أو مثلا كيلي لتكست أنا أحمد مثلا أحمد هو اللي مثلا واحد فيكم بيقرأ فأنا مش عارف مين بيقرأ أوكي فبقول كيلي لتكست لي اللي هو فيرب ليغ يقرأ مين بيقرأ العبارة أو النص هيرد عليا بأحمد أوكي. باسم الشخص طبعا اللي هيرد نفس الحكاية هنا زي في الأشياء كي بعدها verb ده مثال بس ممكن يجي أي مثال آخر برد بالverb اللي موجود في السؤال أوكي verb lire لي واضح c'est clair أوكي c'est clair مش هو انا مثلا سؤال هو ايه الفرق بين كو وكوا دول ادوات استفهام دول مش عارف يعني مش عارف اترجمهم دول ادوات استفهام سيكوا يعني كاسكو سي يعني ما هذا اوكي سيكوا هي نفس المعنى بناخدها عباره كلها على بعض هي نفس معنى كاسكو سي بس بالطريقة العامية. كوا يعني وات. اوكي. كو أداة استفهام مش عارف أترجمها لك. كو مونج تو مش يعني وات برضو ممكن تبقى بنفس معنى كاسكو سي ونفس معنى سي كوا بس بصيغة إن بيجي وراها فيرب وبعد الفيرب بيجي السوجي الفرق بين هنا السؤال هنا شايفين هنا كو بعديها فيرب وبعد الفيرب بيبقى فيه هكتب كده بعد الفيرب هيبقى فيه سوجي سبجكت فعل لكن هنا في كي يبقى بعديها برضو verb بس بعد الverb complement مفعول به complement مفعول به ده الفرق بين السؤال المشتق كو وكي لما أسأله لحد وعايز أوضح له أنا بسأل عليه هو مش جنبي تمام ولا هو عارف أنا بسأل عليه فلازم أوضح له الحاجة اللي بسألها في السؤال. سي كلير واضح؟ فرق هنا وهنا؟ سي كلير. هنشوف استعمالاتهم طبعا هنبتدي دلوقتي عندنا دي ديالوج ودي زيكزارسيس هنشوف الاستعمالات دي كلها. هنبتدي بكاسكو سي. تري بيان طيب انا هقرا التكست الديالوج طبعا احنا عندنا هنا مكتوب ايدنتيفي لي شوز يعني نتعرف على الأشياء. Qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant. دول حيخلونا نتكلم عن les articles définis و les articles indéfinis. ديفيني واحنا بنفيني اللي هما لو الماسكولا المعرف زي ذا او ذي كده بالانجلش اوكي او ال التعريف باللغه العربيه عندنا لو للماسكولا لا للفيمينا الابوستروف للفويل كلمة اللي بتبتدي بفويل وعندنا لي البلوريال الجمع زارتيكل ديفيني او ادوات اللي هم زي ا وان بالانجلش او زي النكره باللغه العربيه لما تكون حاجه غير معرفه بتكلم في المطلق عندنا ا ماسكولا وعندنا
une féminin. وعندنا دي البلوريال. البلوريال بتاع او اون هو دي. بس في حاجة هنشوف هنا، شايفين هنا مكتوب يعني كاسكو سي سي تان ريستورون. احنا قلنا دايما الرد على السؤال ده بنبتدي بسي. ها عندنا الكلمات الماسكولا فيها ا، حاجة فيمينا فيها اون، والبلوريال فيها دي. بلوريال دي طبعا الكلمة بيبقى فيها اس في الاخر، دي ريستوران دي رو. لكن لو استعملت لي زارتيكل ديفيني اللي هما لو لا الابوستروف لي، لما بعرف الحاجة بو كاركتيريزي، يعني كاركتيريزي يعني اوصف الحاجة وانا بعرفها. يعني لما بقول سي لا رو دو لا روتيسري، يعني ده شارع كذا. C'est l'avenue Mohamed V ou Hakaza. C'est les rues du quartier des Oudéas. Ce sont, hein, ce sont dans le pluriel de C. Fait les articles définis, fait d'où. D'aimer ben zawoud warahum. Y'a imma du, le masculin, de la, le féminin, de l'apostrophe, le voyelle. ودي للبلوريال. دول بمعنى اوف بالانجلش. دول ما لهمش علاقه بدول، هم شبه دول بس ما لهمش علاقه بدول. يعني لو انا كتبت، لو حد بيقول لي كاسكو سي وانا قلت له ماستورون دي بروفيسور مثلا، ده مطعم المدرس مثلا. اوكي كلمه بس. اوكي يعني هذا مطعم المدرس. فكل دول ليهم علاقه كانهم الاوف بتبقى ليها تبعيه ملكيه. اوكي يعني بقول هذا مطعم المدرس مثلا. اوكي طبعا الاوف اللي هي بتيجي بمعنى الملكيه او التبعيه، مش شرط الملكيه، التبعيه. اوكي بتيجي طبعا بالطرق دي، ماسكولان فيمينان فويل بلوريال. دايما في الفرنسي الحروف الجر والحاجات دي دايما فيها الاربع حاجات دول. اوكي فانا هنا لما اتسالت على كاسكو سي وانا عايز اعرف الحاجه اللي انا بقولها، فاستعملت لو. ما وقفتش هنا، ما قلتش سي لو ريستورون ووقفت، لا انا كملت وصف، قلت هذا مطعم المدرس، كملت وصف. فجودي اللي هي اوف. اوكي لكن هنا في الـ لما اجي استعمل، لو نفس السؤال هستعمل فيه ارتيكل انديفيني يعني حاجه غير معرفه، مش شرط ان انا اوصفها، فبقول سيتان ريستورون خلاص كده. سيتان ريستورون مش شرط اقول ده بتاع مين ولا اوصف فيه. اوكي لان انا بتكلم في المطلق مش في المعرف. هنشوف هنا في ليزيكزارسيس هتفهموها اكتر. هنبتدي نشوف هنا الديالوج، هنقرا ديالوج باغ تور دو رول بالدور، ونعمل ليزيكزارسيس دول. اوكي طيب مش عارف هنلحق نقرا كلنا. طيب هنشوف. هاجر كومونسي. اوكي Et qu'est-ce que c'est? C'est un palais. Et c'est un palais. Okay. Et oui, c'est le palais okay. du roi. C'est le palais du roi. Du roi. Yani da qu'est-ce que c'est? C'est un palais. Yani ma hada hada c'est hada asr. Un palais yani asr. OK. La guide elle dit oui, c'est le palais du roi. هو قصر الملك، تابع للملك. احمد شايف هنا التبعيه ازاي استعملنا جي؟ اها كلمه غوا ملك، هي كلمه ماسكولين فعشان كده حطينا جي. لو كان البالي ده بتاع اي تبع اي حاجه ثانيه في ميناء كنا حطينا دولا. لو كلمه بتدي فويل دولا ابوستروف وهكذا للاخر. طيب اوكي
ممكن تقرا من هنا. Oui. Ici, c'est la ville, la ville. L'avenue. L'avenue Mohamed 5. Ok. Vincent, c'est une belle avenue. C'est une belle avenue. C'est une belle avenue. Avenue. Ok. Ici, yani, hena, here, ok. هنا باللغة العربية. ici c'est l'avenue Mohamed 5. هنا طبعا لما يبقى عندي نوم بروبر ما مش بحتاج احط دي ودو لا ودو لابوستروف. شايفين هنا سي لافنيو حطينا اسم على طول نوم بروبر اسم علم. اوكي سي اون بيل افنيو يعني هي شارع جميل. اوكي طيب احمد ديزولي داغيت ici c'est un beau quartier. C'est la quartier des... Le quartier. Le quartier. C'est le quartier des... Au... La quartier. On entend un quartier. Quartier. Ok. Des Oudayas. Des Oudayas. Ok, des Oudayas. Ou des Oudayas. Ok. Des noms propres. Les noms propres, Asma al-Alam, on entend... نقراهم ما بيبقاش فيهم قواعد الجرامير يعني دي زودايا او دي زودايس. اوكي تمام. طيب هدير ممكن تقري لي اخر باراجراف تاني. لا جيد ici c'est un quartier. 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 لا مش كوا كا كارتيي. كارتيي سي لو كارتيي دي او Les Oudayas. Zoudaya. Oudaya. L'S dit que tu te élèves Z. Des Zoudaya. Des Zoudaya. Très bien. Ok. Hena biolena, lisez le dialogue. Notez les lieux observés. Hena arena dialogue. Lisez le dialogue. Biolena, notez les lieux observés. Andena hena, notez les lieux, yani les lieux l'amaken. Yani nakhod note ala l'amaken. Observer, يعني لاحظ. عندنا هنا indication, يعني إشارات. Indication imprécise, يعني غير محددة. و indication précise. Indication هنا imprécise, يعني كأنها indéfinie. و précise, كأنها désolé. كأنها définie. Okay. Précise, يعني محددة. Okay. فا imprécise, اللي هي indéfinie. عندنا فيها هما عاملين أول واحدة امبالي. أوكي طيب هاجر ممكن تقولي لي فين تاني الامبريسيز لي زانديكاسيون امبريسيز من أول تاني سطر في دو ري فين دو اللي هو دو رون دو لا أوكي لي زانديكاسيون امبريسيز فيهم أن و أون و دي ولي زانديكاسيون بريسيز فيهم لو و لا و لي. هو في لو الاول لو لو بالي لو بالي ده هنا امبريسيز ولا بريسيز غير محدده لا اوضح لا محدده اوضح لا هي محدده هي ثاني واحده ثاني واحده مش هي مش مع الاون يعني بالظبط يبقى اسمها انديكاسيون بريسيز فوالا انديكاسيون بريسيز اوكي بريسيز معلش نعيد بس الحته بتاعت البريسيز والامبريسيز عشان انا النت عندي فصل. انا قلت انديكاسيون امبريسيز يعني اشارات او غير محدده. فهنا امبريسيز مقصود بها انديفيني يعني غير معرف اللي هي ان و اون و دي. والانديكاسيون بريسيز اللي هي الاشارات المحدده اللي مقصود بها ديفيني معرفة اللي هي لو ولا وآل أبوستروف ولي. داكو؟ واضح؟ داكو أوكي طيب أوكي كان أول حد تكلم هاجر. طيب نهلة هنا سي لافنيو محمد 5. لافنيو هنا انديكاسيون بريسيز و امبريسيز بريسيز بريسيز تري بيان. بعد كده عندنا احمد
c'est une belle avenue. Une belle avenue, Hena. Imprécise ou précise? Imprécise. Imprécise, très bien. Et si c'est un beau quartier, Hadir? Imprécise. Imprécise. Ouais, indication précise. Hajar, Hena, c'est le quartier des Oudéas. Imprécise. Là, Hena précise. Le, Ken, précise, yani muhaddad, imprécise, yani غير muhaddad. Précise. Précise. Hena, article défini, howal précise. Les indications précises, maqsoud bihom, défini. Ou les indications imprécises, yani غير muhaddad, maqsoud bihom, l'indéfini. D'accord? L'homme, un ou une ou deux. Ok? طيب هنشوف طيب هي دي انهي واحده بالضبط يعني بتاعه الديولا والحاجات دي ولا بتاعه الان والان دي 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 اللي هي سي لو كارتي دي زوديا دي اللي مش مقصود بيها انديكاسيون امبريسيز دي مقصود بيها الاوف اللي هي دي اللي هم دول اللي هي بتبقى بالتبعيه مش مقصود بيها البلوريال بتاعه ان وان اللي هي بتاعه لي زارتيكل indefini. D'accord? طب انا دي اقدر انت تعرفها من سياق الجمله يعني هنا مكتوب سي لو كارتي دي زوديا ده شارع العدية اوكي شارع العدية فالشارع لو انت تبص لده اوكي للكلمه الاساسيه ده التعريف بتاعها او الوصف بتاعها تمام اوكي هو دايما الكونتكست السياق هو اللي بيخليني افهم الحاجات طيب عندنا هنا اكزرسيس 2 هنعمل ده بس ده الثاني ده هديها لكم كدوفوار طيب ممكن نقول اول واحد رو كلمه رو ان و اون ولا دي هاجر اون رو très bien بعد كده كافي نهله un café un café d'accord Ahmed des avenues نحط ايه هنا des avenues avenues très bien Hadir un théâtre un théâtre un théâtre OK Hajar un quartier بالضبط un quartier Nahla des restaurants très bien des restaurants عشان عندنا اس بالنسبه للماسكولين والفيمينين ما فيش قاعده اون فرونسي بتقول لي الكلمه دي ماسكولين ولا الكلمه دي فيمينين بس عندنا انا هبعت لكم على الواتساب او هنا على الجروب هبعت لكم ليستا اوكي ان ليست دو سوفيكس ليستا اواخر الكلمات اللي بالطريقه دي هتبقى فيمينين واواخر الكلمات بالطريقه دي تبقى يعني مثلا لو انا كتبت اي كلمه مثلا بتخلص ب ام او ان تي تبقى ماسكولين اي كلمه بتخلص اور هتبقى فيمينا طبعا دي مش قاعده بس دي هتخلينا بدل ما هنغلط 100% في الماسكولين والفيمينا هنغلط بنسبه 20% بس في الموضوع ده هبعتها لكم على الجروب الديفوار هيبقى طيب اوكي الديفوار اللي هتعملوه هتعملوا هتعملوا اكزرسيس 2 3 و 4 واحد بلي زارتيكل لو لالي واحد فيه الاثنين لو لالي و ان و اون و دي داكوغ ديفيني و انديفيني واضح؟ اوكي هتبعتوه هتعملوه على وورد اوكي وتبعتوه طبعا على على الجروب اوكي احنا ميعادنا ان شاء الله يوم الاحد اوكي لا ميم اور اوكي ميم اور يعني نفس الوقت نفس الساعه بتاعتنا اوكي اوكي علي بون سواري يا ديمونش ان شاء الله بون سواري ميرسي